إذا للوقوف عند التقرير الدوري عن الحالة السياسية في العراق الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، مرحبا بكم. يعني أصدرتم في المكتب السياسي التقرير السادس عن الوضع السياسي في العراق، ولكن السؤال الذي يطرح، هل ترون أن القوى السياسية في العراق نجحت نوعا ما في تنفيذ مستلزمات نتائج الانتخابات الأخيرة دكتور؟ حياكم الله أخي الكريم. حياك الله ولمشاهدي قناة الرافدين الأكرم. قطعا وبلا شك القوى السياسية فشلت وعجزت عن تنفيذ مخرجات الانتخابات التي هي قاطعها الشعب العراقي بنسبة تصل فوق 80%. نعم. وهذا ما اعترف به أخيرا زعماء الميليشيات وزعماء ورؤساء الأحزاب على رأسهم المالكي الذي كان ينكر أن المشاركة متدنية، وكانوا يقولون ويروجون أن نسبة المشاركة فاقت 40% ووصلت إلى 50%. نعم. الآن هم يقولون بأن المشاركة في الانتخابات لم تصل حتى إلى 20%، وهذا إقرار واضح بكذبهم وخداعهم للناس والعالم، ولكن هذا في صالح الشعب العراقي وفي صالح القوى المناهضة التي كانت تصر على أن نسبة المشاركة لم تصل حتى إلى 15%. نعم. لم تستطع رغم مرور 10 أشهر، ما يقرب من سنة كاملة. نعم. إلى الآن لم تستطع الانتخابات أن تنتج أو أن ينتخبوا ويرشحوا رئيسا للجمهورية أو يختاروا رئيسا للوزراء. الآن الوضع في العراق هو وضع تائه، الوضع في العراق صراع واضح، البرلمان معطل أو لا يستطيع أن يعقد جلساته، لم ينتخبوا ولم يرشحوا رئيسا للوزراء أو رئيسا للحكومة. نعم. وهذا كله بسبب، السبب الرئيسي هو مقاطعة الشعب العراقي لهذه الانتخابات بنسبة كبيرة. إذن عجزوا عن الإخراج نتائج الانتخابات بشكل هم يريدونه بسبب الصراع، لأن الصراع واضح الآن ما بين السيار والإطار، بمعنى أن الشعب العراقي بعيد جدا عن هذه الترهات وهذه الصراعات، لأنه منذ البداية هو رافضهم. فإذا هناك صراع حقيقي، هناك مشكلة حقيقية. تيار الصدر انسحب من البرلمان. نعم. لم يستطع أن يشكل حكومة، وكذلك الإطار الآن لا يستطيع أن يشكل حكومة، فإذا هم في حيص بيس لا يستطيعون أن يتقدموا. لو أقف عند هذه النقطة دكتور، لو نقف عند هذه النقطة أمام هذه الكذبة والخداع كما وصفتموها في نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة، هل تعتقد أن الصراع الدائر الآن بين الصدر والإطار التنسيقي هو أحد مرشحات تلك العملية السياسية المشكوك بنتائج انتخاباتها دكتور؟ بلا شك قطعا هو أحد ما يجري الآن من صراع كبير جدا، وهو مرشحا يزداد أكثر وأكثر، خصوصا أنه يوم غد ستكون مظاهرات للإطار ومظاهرات للتيار وتكون في مربع واحد. نعم. وهذا يشير على أن الصراع مستمر، وهو بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة التي عجز الطرفان عن أن يشكلوا حكومة ويختاروا رئيس جمهورية. هذا يدل حتى قانونيا، الآن هم في مشكلة قانونية وفي مشكلة في الواقع. الآن هناك حتى طرح حل البرلمان، هم لا يستطيعون أن يحل البرلمان. كيف يحلون البرلمان إذا توافقوا فيما بينهم على حل البرلمان؟ هناك إشكاليات كبيرة. الوضع متأزم في العراق. نعم. الوضع الجميع يعرف أن الوضع هو كله من أجل صراع على السلطة، من يمسك السلطة، التيار أم الإطار. نعم. لا يوجد هناك حسبان للشعب العراقي أو مداراة لمصلحة الشعب العراقي. وللأسف الوضع الدولي، الدول العالمية هي أيضا لا تنظر إلى الشعب العراقي، ولكن تريد هذه الشلة وهذه العصابة أن نعم. تتوافق فيما بينها بعيدا عن مصلحة الشعب العراقي، ولذلك لا أحد يهتم لمصالح الشعب العراقي. هناك العراق الآن يعاني من شدة الحر، لا وجود الكهرباء، لا وجود الماء، وجود آلاف الناس في السجون، وما يقرب من 1.5 مليون في المخيمات. لا أحد يهتم بهم، فقط يهتمون في الصراع الموجود ما بين الإطار والتيار. نعم. لخدمة بعض الأشخاص الذين هم بين قوسين ميليشيات وعصابات تتحكم في العراق والشعب العراقي. دكتور ثامر، نبقى في التقرير ولكن في شق آخر. التقرير تحدث عن قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضي بفسح المجال للعتبة الحسينية بالدعوة في الجامعات.
ما آثار مثل هكذا قرارات على الناشئة ومن ثم على المجتمع العراقي ككل؟ حقيقة هذا قرار مجحف، قرار ظالم، قرار باطل من أصله، لأنه صدر من ديوان الوقف الشيعي إلى وزارة التعليم العالي، ولا سلطة لوزارة عفوا ديوان الوقف على وزارة التعليم. لا يوجد أي يعني سلطة لكي يصدر العتبة الحسينية في ديوان الوقف الشيعي قرارا ملزما إلى وزارة التعليم العالي يجب أن تطبقه. هذا من أصله هو باطل. وأمر آخر هو هذا نوع من أنواع الترسيخ الفتن الطائفية في عقول الشباب وفي عقول هذا الجيل، لأن هذا الجيل هو جيل ممكن سيقود العراق، فإذا غذي في من أعضاء العتب الحسينية الذين نراهم يوميا على المنابر كيف يدعون إلى الطائفية وإلى يعني زعزعة الأمن الاجتماعي القومي العراقي من خلال هجماتهم ومن خلال الأفكار والعبارات المسمومة. فإذا هذه الفكرة هي فقط لكي يزرعون الفتنة الطائفية داخل الجامعات العراقية، وهذا خطر كبير جدا. كان المفروض أن يمنع وأن لا يمر هذا القرار جملة وتفصيلا، ولكن لأن وزير التعليم العالي هو يتبع لمرشح من لأحزاب طائفية، فهو يسمح لهذه الفئة أن تدخل الجامعات وتلوث أفكار الطلاب في الجامعات العراقية. في الشق الثالث من التقرير الذي صدر عن القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، دكتور، هذه الطائفية التي تحدثتم عنها هل لها أثر على دوافع جريمة أبو غريب كحلقة في سلسلة الجرائم التي تقوم بارتكابها القوات الحكومية وأيضا الميليشيات ضد المواطنين هناك؟ بلا شك الجريمة هي في بدايتها هي بدوافع طائفية، لأن من يسيطر على الجيش ويسيطر على أبو غريب هي ميليشيات وأجهزة أمنية تابعة للميليشيات الطائفية الموالية لإيران. هؤلاء هم منذ سنوات يسيطرون على هذه المناطق ويمنعون إدخال الزراعة فيها والبناء والإعمار، ممنوع إلا عن طريق رشاوى وأتاوات يأخذونها من المواطنين. وما جرى هو جريمة إرهابية بشعة، لأنه هذا الضابط المسؤول الذي كان يساوم هذا المالك لهذه الأغنام على أن يجبره على بيعه غنم أو نعجة بثمن بخس، وعندما امتنع عن بيع ذلك ذهب إلى بيته وضربه ضربا مبرحا شديدا حتى قتله، حتى خرج من بين يديه ميتا، فهو لم يقتله بالرصاص كما أشار التقرير اليوم. ومسألة خطيرة، كيف لضباط وكيف لفرقة وكيف لوحدة عسكرية تذهب إلى بيت آمن، أهله آمنون، لا 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 يتهمون بشيء، ثم يقتل ابنهم أمام أعينهم ويضربون الآخرين بالرصاص الحي بدون أي مبرر. فإذا هي جريمة إرهابية بدوافع طائفية واضحة جدا، ولكن للأسف التعامل الحكومي كالعادة، لأن المجني عليه ولأن الضحية هو ينتمي لأبو غريب لمناطق سنية، وهم لا يحاسبون كما لم يحاسب جريمة منطقة جبلة، ولم يحاسب من ارتكب جرائم الصقلاوية، ولم يحاسب من ارتكب جرائم بشعة في صلاح الدين، في جامع مصعب، في جامع سارية. إذا هذه هي حلقة جريمة في حلقة مستمرة من سلسلة الجرائم الحكومية المستمرة ضد المحافظات المنكوبة. من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لكم.